السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكمل شرح قطعة الصين وقاعد بحل التركيبها الموجودة ببيج 44 اكتيفيتي، افتحوا عليها يرضى عليكم. والصفحة هاي من الصفحات الكثير مهمة الموجودة في المستوى الرابع، لأنه أول جزء منها الكولوكيشنز، والكولوكيشنز هي عبارة عن متلازمات. متلازمات يعني كلمتين ورا بعض دايما لازم ييجوا مع بعض، ما بصير أفصلهم. مثلا ميك دائما بتيجي مع مستيك، ميك مستيك معناها يرتكب خطأ. ask questions معناها يسأل سؤال. shake hands معناها يصافح باليد. and respect معناها ينال احترام. join a company ينضم للشركة. cause offense يسبب إساءة. و make a small talk يجري حوار صغير. طبعا أنماط الأسئلة اللي بتيجي عليها على نفس نمط الأسئلة اللي شرحناها في تركيب الوحدة السابعة، انه ممكن يكون حاط للكلمات الافعال في الصندوق ومعطيني جملة فيها الكلمات اللي بعد الفراغ من خلالها اعرف شو الجواب، او انه مثلا بدل ميك ا مستيك يقول لي دو ا مستيك وانا ارجع اصلحها لميك ا مستيك، او انه يحط لي خط كامل على المصطلح ويحكي لي هذا خطأ في الجملة هاي فصلحه، وهذا بيعتمد على معنى الجملة. وبالعادي بيجيبوا من نفس التمارين في الكتاب، فبالتالي خلينا نحل تمرين 2 عشان نعرف نتعامل معه. مثلا الجملة الأولى: Be very careful when you answer the questions. كن حذرا عند الإجابة على الأسئلة. And try not to make a mistake. وحاول ما ترتكب خطأ. الثانية: If you are polite, إذا أنت مؤدب, you won't cause offense. مش راح تسبب إساءة or upset anybody. أو تزعج حدا، تنكد على حدا. الثالثة: before the serious discussion starts، قبل المحادثات الجدية ما تبدأ، we always make a small talk، نحن عادة ما نجري حوارا صغيرا أو دائما سوري، it's always أو it's often about the weather، إنه عادة عن الطقس. الرابعة: ناصر has applied to join the company، ناصر قد قدم لينضم للشركة. where his father works حيث والده يعمل. والخامسة: in business when you meet someone for the first time في الأعمال لما تقابل شخص لأول مرة it's polite to shake hands من الأدب المصافحة باليد. بس هاي الأيام ما بدنا مصافحة باليد، احنا عارفين ليش. سادسا: after the talk there will be a chance for you to ask questions بعد الحوار سيكون هناك فرصة لك لتسأل أسئلة about anything you don't understand حول أي شيء ما بتفهمه. 7. by working hard عن طريق العمل بجد you will earn the respect of your boss راح تنال احترام مديرك. فجمل تمرين 2 يرضى عليك وتدرسوهم مليح، راح تلاقوهم إن شاء الله على ملف PDF مترجمين وجاهزين. تمرين 3 تمرين كثير مهم لأنه تمرين اشتقاق. طبعا هون بدي أكون أعرف شو قبل وبعد الفراغ أو على المعنى. مثلا الجملة الأولى: correct صفة. correct صفة معروف بعد الصفة بيجي noun، بعد الصفة بيجي noun. شو الناون؟ من qualify، بقول له qualifications. الثانية ثواني بس، الثانية بعد الـ A noun والـ noun من recommend بيجي recommendation. طبعا راح يكونوا معطينكم إياهم خيارات فسهل تستدل عليهم. الثالثة business deal noun، مدامها noun أكيد بدي صفة، والصفة من succeed هي successful. وامتحان اللي قدمته اليوم لاحظت فيه خلل كبير، اللي قدمته اليوم ومبارح وأول مبارح في خلل كبير في معرفة النون والفيرب والادجكتيف من succeed، كثير طلاب غلطوا فيها.
فبزنس ديل ناون قبل الناون أكيد بيجي صفة، والصفة من succeed هي successful. الجملة أربعة good صفة معروف، بعد الصفة بيجي ناون، والناون من advise اللي هي advice. وخمسة في his، his بدها ناون، فأكيد الناون من young هي youth. ستة بعد الان بيجي ناون، والاسم من اور اللي هو عبارة عن awareness، وهكذا. فهذا التمرين كمان من التمارين المهمة اللي يرضى عليك وتديروا بالكم منه. بيجي عندنا اللي هو آخر تمرين، وهذا التمرين بيجي منه وزاري، بيجيبوا جمل شبه يعني كوبي بيست بقدر أقولكم. compromise معناها يساوم، يفاصل يعني. conflict معناها خلاف أو نزاع. negotiate يفاوض. patient support. prepare جاهز. previous سابق. track record سجل الأداء. When you talk about business لما تتكلم عن الأعمال and try to do a deal وتحاول تعقد صفقة you negotiate أنت بتفاوض. طبعا هون بتفاوض بمعنى أنك بتتكلم عن الصفقة وبتحاول أنك تشتريها أو ما تشتريها حسب المعطيات اللي قبالك. When you are ready for something لما تكون جاهز لشيء you are prepared for it أنت جاهز له، كلمة ready اللي دلتني. When you can prove that you have experience لما تحاول تثبت انه عندك خبرة، خبرة يعني اكيد track record، you have a track record. لما تثبت انه عندك خبرة فانه عندك سجل اداء. When two sides disagree لما طرفين يختلفوا and argue ويتجادلوا، بين الجواب من كلمة argue، there is a conflict هناك خلاف او نزاع. When each side change their position a little لما طرفين يغيروا موقفهم قليلا so that they can agree حتى يوافقوا they have managed to compromise فإنهم استطاعوا إنهم يساوموا أو يفاصلوا. يعني اثنين بوصلوا لنقطة إنه إحنا خلاص بدنا نشتري، بكون مثلا هذاك رافع السعر وهذاك بده إياه بسعر قليل، بضلهم يوصلوا حالهم للسعر المناسب. هاي هي الكومبرومايز. واخيرا when you stay calm لما تضلك هادي and take your time وتاخذ وقتك، من كلمة calm هادئ، you are being patient فإنك صبور. وهاي هي تركيب الوحدة التاسعة. يعطيكم ألف 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 عافية.